رجعنا لحضراتكم مرة تانية وهنلاقي في خبر جديد شوية، ان الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري بتعلن انه لا تعيينات في الجهاز الحكومي، وقالت ان عندنا في مصر موظف لكل 22 مواطن. هبسطها لك، يعني ايه؟ يعني كل 22 واحد مننا في موظف قائم على تلبية طلباته وخدمته. طبعا حضراتكم بتروحوا تشوفوا المكاتب في بالعشرين وثلاثين موظف قاعدين ومفيش مواطن ولا اتنين، وبرضو المصلحة ما بتخلص. هو مش عايز المصلحة تخلص. انا عايز اقول لكم ان في ألمانيا في موظف واحد بيخدم 140 ألماني، ورغم كده المواطن الألماني سبحان الله مصالحه بتخلص. هنقول عشان التكنولوجي والتقدم، ما احنا كمان بقى عندنا حاجات كتير قوي كمبيوترايزد. لكن قالت الوزيرة برضو ان من ممكن يبقى في بعض التعاقدات مع بعض التخصصات المحدودة جدا نظرا لقلتها او ندرتها. طيب حضرتك هتسأل، امال احنا بنتعلم ليه وبناخد شهادة ليه؟ أقول لك، هو إحنا بنتعلم وبناخد شهادة علشان إن فاتك الميري اتمرمخ في ترابه؟ دي جملة لازم ننساها خلاص. الوضع ده انتهى. جهاز الدولة الإداري بمنتهى البساطة بقى عبء على ميزانية الدولة. والدولة النهاردة محتاجة اللي بيشتغل. والدولة لازم تهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالشباب هيشتغل فيها. لكن لو احنا النهاردة لسه عندنا الفكر ان انا لما هشتغل لازم اروح حكومة فيبقى عندي وظيفة ثابتة، فانا ضمنت كده اكل عيشي والامان. الكلام ده مش موجود. الامان في الله قبل كل شيء، والامان في العمل. اللي بيشتغل وظيفته بتحتاجه، اللي ما بيشتغلش الوظيفة ما بتحتاجوش. احنا معانا على الهاتف الدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب واستاذ الاقتصاد. دكتورة بسنت اهلا بيكي. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. هل نفهم يا دكتورة ان فعلا مش هيبقى فيه تعيين حكومي خالص الفترة اللي جاية؟ لا خالص، ده مش ممكن، ده كلام غير واقعي. لان أيوة. في بعض الاحيان ممكن تحتاج تخصصات معينة، يعني الحكومة مش كلها بتعمل بنفس الشغل. في تخصصات معينة قد نكون نحتاج لها نضطر نعين فيها، لكن بشكل عام لازم نقول للناس، بس دي حضرتك ما تجيش كده بالأمر، لازم نشتغل على الثقافة العامة للناس. احنا قعدنا نقول للناس عشرات السنين اخرجوا انتوا بس بالجامعة واحنا هنعينكم، الاهالي اقتنعت والطلبة اقتنعت. انت النهارده مش بتغيري قرار هعين مش هعين، لا، لازم تغير فكر الناس. ولذلك الكلام ده لازم يبدأ من المدارس والجامعات والأسر نفسها، لأنه فعلا في ناس مش قادرة تستوعب اللي احنا بنقوله ده، وهم معهم حق. لأن جيتي مرة واحدة وقلت لهم والله انتوا عددكم كتير قوي، مش هقدر اخدكم، مش هقدر اعينكم. ده كلام الحقيقة ما تقدريش تتعاملي مع الناس بطريقة، انما لازم تقنعي الناس وتفهميهم وتفتحي لهم مجالات اخرى امنه. وبكرر هنا تاني، امنه. تقصدي بايه امنه يا تقصدي بايه امنه يا دكتوره؟ حقوقهم، حقوقهم. مش معنى انه بيشتغل في القطاع الخاص انه ملوش حقوق. بالظبط. مش معنى انه بيعمل عمل خاص انه ملوش حقوق. هو ده اللي احنا لازم نامنه للناس ونقول لهم اطمنوا، حتى لو فتحت ورشه او محل خاص لك حقوق، لو اشتغلت في القطاع الخاص انت محمي ولك حقوق. هو بيجري ورا الحكومه ليه؟ عشان محمي بس الامان. فاذا الامان بالظبط، اذا فعلا طلعت قوانين تديله امان، محدش غاوي يعني يروح يمضي وينزل بعد دقيقتين. مظبوط. كلهم يعني بيعملوا كده وتعبانين ومرضين. واعتقد حضرتك هم لو يعني بصوا للواقع بشيء من المصداقيه هيلقوا ان العدد في الحكومه اكتر بكتير جدا من اللي محتاجاه الكيان محتاجه، وان مش كل حد بيشتغل. بصي حضرتك كمان هنا عشان العدد لازم كمان نشوف طرق ان الناس اذا حبت تخرج من الحكومه تخرج وهي راضيه.
خلي بالك بالكلمه دي. انا ما اقدرش اقول للناس انتوا كتير والله احنا شايفينكم كتير امشوا بقى، لا مفيش حاجه اسمها كده. اشكرك دكتوره بسام، لازم يخرجوا راضيين. اشكر حياتك على ايضاح الصوره، الف شكر يا فندم، اهلا بيك. نروح بقى لمحافظة